السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في مبادرة مسارات مع درس جديد في اللغة الفرنسي. اليوم عندنا درس جديد، درس قواعد طلاب صف التاسع. هو عنوانه لي مود انتروجاتيف اي لا فورم انتروجاتيف، أدوات كلمات الاستفهام أو والصيغة الاستفهامية. تمام؟ طيب، تابعوا معنا هون. إذا درسنا هو درس قواعد لموت انتروجاتيف الى فورم انتروجاتيف، الكلمات الاستفهاميه والصيغه الاستفهاميه. الانتروجاتيف بارتيل، الاستفهام الجزئي. اليوم راح ناخذ الاستفهام الجزئي، معناته في عندنا استفهام كلي. تمام؟ هلا راح نتناول الاستفهام الجزئي. اوبسيرف، لاحظ. كي ات فو، اين انتم؟ أو عفوا، كي ات فو، من أنتم؟ من تكونون؟ يعني من أنتم؟ بوركوا ترافاي تي دانزين أورجانيزاسيون إيمانيتير؟ لماذا تعمل دانزين أورجانيزاسيون، في منظمة إيمانيتير إنساني؟ أو فواياج تيل أنتي، أين ترحل في الصيف أو أين تسافر في الصيف؟ Que fait-elle ce soir? ماذا تفعلين هذا المساء؟ Comment vas-tu? كيف الحال؟ Comment vas-tu? كيف حالك؟ Combien connaît-il de personnages? كم تعرف أو كم يعرف من الأشخاص المسنين؟ Quand vient-il chez nous? متى يأتي إلينا؟ فلاحظوا معي باللون الأحمر، لو لاحظنا هون، إذا دائما في عندي أداة استفهام عم ببدأ فيها الكلام. كي إت فو، من تكونون؟ هون في أداة استفهام اللي هي كي من. بوركوا، لماذا تعمل؟ أو فواياجتيل، أين ترحل؟ كو فيتيل سو سوار، ماذا تفعلين هذا المساء؟ كومان فاتي، كيف حالك؟ كومبيان كونتيل، كم تعرف من كوند فينتيل، متى؟ إذا لاحظ معي، هدول الأدوات، هدول الأسماء، هدول الكلمات، هني أدوات استفهام. أدوات استفهام مثل ما بنعرفهم في اللغة العربية. ظلت عندنا طبعا وحدة، ويسكو تي فا سيت أبري ميدي، أين تذهب بعد الظهر؟ دونك إذا، أون إتيليز لي مود أنتروجاتيف سويفان بور دوماندي ديز أنفورماسيون، نستخدم كلمات الاستفهام التالية اللي موضحة أمامنا بعد شوي، واللي موضحة كانت أمامنا قبل شوي، وهلأ رح نرجع نذكرها. إذا on utilise le mot interrogatif، نستخدم أدوات الاستفهام وكلمات الاستفهام suivant التالية pour demander des informations، لطلب معلومات. لطلب معلومات، إذا سميته استفهام جزئي لأنه هون أنا عم أستخدم أداة الاستفهام. فأداة الاستفهام اللي موضحة أمامنا اللي شفناها من شوي هي تستخدم لطلب معلومات، فممكن تجي المعلومة كاملة، ممكن تجي جزء، يعني ما معلومة تجيني كاملة، يعني طلب معلومات، فما بيكون الجواب بشكل كامل أو بشكل كلي. هلق بنشوف بعد شوي شلون يعني كلي. فمثلا عندنا سير لا بيرسون اللي هي كي، من تكونون؟ أنا فلان، أنا أكون فلان. فكي من، وهي تستخدم لي الدلالي على شخص. تمام؟ في عندي سيغ لو ليو او لا بلاس، عن مكان. فمثلا نقول اين او اين تكونون، في المدرسه، في الحقل، في الحديقه. تمام؟ فتدل على مكان، تستخدم للدلاله على مكان، للاستفهام على مكان. تمام؟ طيب، سير لا شوز او لوبجي، عن شيء او موضوع. فمثلا نقول، طبعا نستخدم كو، ماذا تفعلين؟ افعل كذا شيئا ما. تمام؟ طيب، بماذا تفكرين؟ او ماذا تكتبين؟ وماذا تكتب؟ ماذا تفكر؟ الى اخره. اذا تدل على شخص او شيء، عفوا تدل على شيء او موضوع اللي هي كو، ماذا. في عند سير لو توم، على الوقت او الزمن. عندي كان، كان متى، وتستخدم للاستفهام عن الوقت او الزمان. طيب،
سي لا مانيير عن الطريقة، سي لا مانيير عن الطريقة، كومون كيف، أقول كيف تذهب، كيف تدرس، يعني إيش الطريقة، إيش عم تستخدم، كيف عم تشتغل، تمام. طيب هاي الطريقة كومون كيف. طيب في عندنا سي لي كانتيتي عن الكمية، كومبيان دو، كم من عن الكمية، تمام، كم من الأشخاص تعرف، يعني قد عددهم، تمام، وتستخدم للدلالة على الكمية. سير لا كوز عن السبب، بوركوا، لماذا، وتستخدم للدلالة عن السبب أو للاستفهام، عفوا للاستفهام عن السبب. الانتروغاسيون إذن هذا هو الاستفهام الجزئي، إذن الاستفهام الجزئي للاستفهام أو لنستخدم أدوات الاستفهام أو كلمات الاستفهام للدلالة أو للاستفهام عن معلومات لطلب معلومات من أي شخص كان، هذا بسميه الاستفهام الجزئي، الاستفهام الجزئي، تمام؟ طيب هاي بالنسبة للاستفهام الجزئي. يعني موضوع الاستفهام الجزئي أنا فقط أنه لازم أحفظ أدوات الاستفهام، هدول أدوات الموضحة أمامنا بالشكل. طبعاً مثل ما اتفقنا نحن بالنسبة لأدوات الاستفهام راح نحفظهم، وبتعرفوا كيف نحفظهم، من خلال الطريقة اللي علمتكم عليه. يعني أنا بهمني أن يكون حافظ أدوات الاستفهام جداً، لأنه جداً تستخدم أدوات الاستفهام، وهذه الأدوات تستخدم للدلالة أو لطلب معلومات، لطلب معلومات، تمام؟ هلق رح نأخذ الاستفهام الكلي، الانتروغاسيون توتال، الاستفهام الكلي. لاحظوا معي، بوزي لا كيستيون اسكو، طرح السؤال هل، طرح السؤال هل. طبعا لما أنا أقول لك هل تذهب إلى المدرسة، جواب يا نعم يا لا، فإسكو هل جواب، لذلك سميته كلي، يعني ما في مجال لتجزئ لي المعلومة. فهون أنا أقول لك هل تذهب إلى المدرسة؟ الجواب إما بنعم أم بلا، تمام؟ طيب يعني مثلا أقول لك هل أنت مريض؟ تقول لي نعم أو لا، يعني الجواب كامل، لا يمكن أنه والله نص مريض، تمام؟ أنا بسألك هل، لما بسألك هل فأنت بدك تجاوبني إما بنعم أو بلا، تمام؟ طيب فلنشوف كيف أنا بقدر أعبر عن الاستفهام الكلي. لاحظ معي، on peut y répondre par oui non aussi، ونجيب عليه هذا السؤال اما بنعم ام بلا ام سي بلا، اذا كان طبعا سؤال منفي، بس اقول الا تذهب معي، الا هل الا تذهب معي، طبعا ما اقول الا تذهب معي، هو الجواب بلا اذهب، تمام. فاذا جوابه كلي بشكل قطعي، يعني ما في جزء من المعلومه، لذلك سميته استفهام كلي. طب انا اذا لما بستخدم اداه الاستفهام، هذيك ادوات الاستفهام تستخدم لطلب معلومه، لذلك سميته الاستفهام الجزئي. اما الاستفهام الكلي فهو طرح السؤال هل، والجواب يكون قطعا يا اما نعم اما نعم او لا او بلا، يعني بقول لك اتذهب معي الى المدرسه اما نعم او لا، تمام، ما في مجال، يعني ما في جزء من المعلومه بدا معك لنص الطريق او كذا، أنا أقول لك أتذهب فأنا بدي جواب منك إما نعم أو لا، تمام. طيب نشوف كيف طريق، كم طريقة ممكن أعبر عن هذا السؤال. خلينا نقول أمثلة التالي، example، premier example، مثال أول، تيدور هل أنت نائم، الانتوناسيون النبرة. هون انتبه لهون، هلا أنا ترجمت هل مع أنه ما كتبت هل، فقلت تيدور هاي اسمها النبرة، أي رفع حدة الصوت عند الاستفهام، يعني الجملة بتكون إنشائي خبري ما فيها شيء، تمام؟ أنا بحط لها إشارة استفهام لكن بالقراءة برفع حدة الصوت، فمثلا أقول لك أنت تذهب إلى المدرسة، هلا هاي جملة عادي، تمام؟ أنا بقدر أسويها استفهام من غير ما أضيف لها أي شيء، بإني أرفع حدة الصوت عند اللي بدي أوجهها إليك أو عند اللي بدي أخاطبك، فقول أنت تذهب إلى المدرسة، هون صارت سؤال، أي رفعت حدة الصوت. يعني أنا عندي أحد الطرق اللي عبر عن الاستفهام الكلي هي أول وحدة الانتوناسيون النبرة،
وهي رفع حدة الصوت ووضع إشارة استفهام دون تغيير شيء في الجملة. تمام؟ هاي الطريقة الأولى. Example 2. اسكتي دور، هل أنت نائم؟ انضفت هل. اسكو هي هل. تمام؟ استخدام هل. هاي الطريقة الثانية. إذا هل أنت نائم؟ جواب نعم أم لا. تمام؟ طيب. Example 3. في عندنا باللغة الفرنسية ويمكن باللغة الإنجليزية نحن مثل ما حكينا في بداية المنهاج قلنا دائما الجملة البسيطة تبدأ بفاعل وفعل، قلنا دائما تبدأ بفاعل ثم فعل ثم كومبليمان إلى آخره. تمام؟ طيب هون لاحظ معي دورتي بالإنجليزية والفرنسية يجوز القلب، نحن بنسميه انفيرسيون دو سوجي، قلب الفعل أي التبديل بين الفاعل والفعل، فيصبح الفعل أولا والفاعل ثانيا، ونضع شايفين هاي بالأزرق شخطة صغيرة بين الفعل والفعل للدلالة على أن هذا المركز غير صحيح، لكن يجوز يجوز بالاستفهام يجوز القلب بين الفاعل والفعل، يعني أنت بإمكانك تقلب بإمكانك ما تقلب على كيفك، لكن إذا قلبت بين الفاعل والفعل يجب أن نضع هذه علامة الترقيم اللي هي شخطة بين الفاعل والفعل، فبقول دورتي أن فيرسيون دو سوجي. فنحن عندنا بالإنجليزي بس نقول يو ار اكسبت، ولو طلعنا برا للغة الإنجليزية وبصير قول ار يو اكسبت، هل أنت تقبل؟ تمام؟ فهون دورتي أنت نائم، التي دور أنت نائم، يعني يجوز الطرفان. تمام؟ هاي بالنسبة للاستفهام. خلينا نأخذ الخلاصة. إليا تروام ويان بوربوزي لا كيستيون. إذا يوجد ثلاث طرق كي نطرح السؤال. يوجد ثلاث طرق لطرح السؤال للاستفهام الكلي، للتعبير عن الاستفهام الكلي. إذا في عندنا ثلاث طرق. الطريقة الأولى هي أنتوناسيون، نبرة الصوت، أي رفع حدة الصوت. فأي جملة أنا ممكن أسويها استفهام في أني أضع إشارة استفهام دون تغيير شيء بالجملة وتسمى هذه النبرة، فقط نرفع حدة الصوت يعني منغير صوتنا بحيث تصير استفهام، فقول أنت ذاهب إلى المدرسة، أنت تأكل دائما. تمام؟ طيب هاي الطريقة الأولى. الطريقة الثانية utilisation de esco، استخدام هل. كمان في أحد الطرق أن يستخدم هل، فقول هل أنت ذاهب إلى المدرسة. تمام؟ طيب هاي صارت طريقة ثانية. الطريقة الثالثة باللغات الأجنبية، اللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية، inversion du sujet، التبديل بين الفاعل والفعل، القلب بين الفاعل والفعل. طبعا نحن نعرف أنه الجملة باللغة الفرنسية تبدأ بفاعل ثم فعل ثم تكملة. إذا هون بالاستفهام يجوز. طبعا هدول ايش اسمهم؟ طرق. هدول طرق للتعبير عن الاستفهام الكلي، يعني بامكانك تستخدم انتوناسيون، بامكانك تستخدم utilisation de esco، بامكانك تستخدم inversion du sujet، قلب الفاعل او استخدام هل او النبره. تمام؟ هذه كلها طرق للدلاله على الاستفهام. تمام؟ طيب هلا قول بس في عندي هون عندي سؤال. قبل ما نبدأ بالسؤال، حدا عنده مشكلة بالاستفهام؟ قبل ما نبدأ بالأسئلة، قبل ما نبدأ بالأسئلة، حدا عنده سؤال؟ لا أستاذ. تمام. طيب يعني هلق الاستفهام أنا يا مين عم يحكي معنا؟ رغد لا رنا؟ رنا. طيب يا رنا هلق أنا بدي أسألك كون أنت ما عندك سؤال. نحن أخذنا هلق الاستفهام نوعين قلنا، مو هيك؟ نحن أخذنا الاستفهام، قلنا الاستفهام نوعين. تمام؟ طيب استفهام جزئي واستفهام كلي. كنا عم نحكي بالفقرة الأخيرة عن الاستفهام الكلي، قلنا نطرح فيه ثلاث طرق لطرح السؤال. تمام؟ هلأ أنا بدي أحط تمرين من الكتاب وأنت راح تحلي فيه. تمام؟ طبعا الموجه الحكي للجميع. تمام أستاذ. واضح عندكم الصورة؟ ايه استاذ حط. تمام. طيب عم بقول لك بوزي لا كيستيون دو دو زوت فاسيون، اطرح السؤال بطريقتين اخريتين. تمام؟ ف
فهو طارح للسؤال بطريقة وانت بدك تطرحيه بطريقتين متبقيتين، تمام؟ هذا بيجي في أحد أسئلة الدورات. فهو حاطط بالسؤال، هو حاطط يعني أنا جبت السؤال مثل ما مكتوب بالكتاب، ما غيرت فيه شيء، تمام؟ فحطيت حطيت لكم اياه بنفس خط الكتاب. اكزامبل اون، هو حاطط المثال. اسكو تي فيان شينو، تمام؟ طيب تي فيان شينو، فيان تي شينو، تمام؟ هلا هو حاطط له مثال وحاله. لاحظوا هوني مستخدم طريقه وحال هوني بالطريقه بالطريقتين المتبقيات. فهون الطريقة الأولى مثل ما أنا شرح لكم استخدام اسكو هل. في الطريقة الثانية هون مستخدم أشو مستخدم؟ هون مستخدم الانتوناسيون النابرة. الطريقة الثالثة مستخدم القلب، التبديل بين الفاعل والفعل. هلق عندي السؤال الأول، هل هو حل لكم المثال؟ أنا جبت لكم التمرين مثل ما موجود في الكتاب، يعني حرفيا حتى رعيت إنه الخط يكون نفس الحجم. Vous préférez les organisations humanitaires؟ وهذا اجى باحد اسئله الدورات، يعني مرشح السنه انه يجي باسئله الدورات، نحن ما في عندنا شيء انه كله مرشح. طيب هو بريفيري ليز اورجانيزاسيون ايمانيتير، طيب مين بده انه حدا يعرف هاي الطريقه ايش هي الطريقه ويحل بطريقه ثانيه؟ طبعا لسه طريقتين. مين بيعرف الطريقه المستخدمه؟ بيرفع الايدي. هاي الطريقه المستخدمه مين يلا يا رنا. استاذ تبعت النبرة. هون استخدمنا vous préférez les organisations humanitaires. إذا الطريقة هون طريقة النبرة. تمام؟ طيب، معناته إيش ضل عندنا يا رنا؟ قلب الفاعل واستخدام هل. تمام، طيب، حطي لنا واحدة منهن. View to les organisations. Organisations. Préférez-vous les organisations humanitaires? Préférez-vous, شوف منبدل بس ايش بنحط بين الفعل والفعل يا رنا؟ بيونتو قلنا بنحط ايش بنحط؟ شخطه، هاي علامه ترقيم بين الفاعل والفعل، تمام؟ فصارت Préférez-vous les organisations humanitaires، تمام؟ طبعا حطيت لكم تمرين مثل ما موجود في الكتاب، قصدت انه يكون مثل ما موجود في الكتاب. طيب هاي طريقه اولى، اذا هون بنستخدم النبره وبنحط اسكو وبنحط القلب بين الفاعل والفعل، تمام؟ هاد بالنسبه للاستفهام. طبعا هون حطيت لكم بالشرائح، هو عندكم بالكتاب هدول الشريحه، هذا الواجب اللي موجود عندكم في الكتاب بدفتر التمارين، تمام؟ هون عندنا مثلا كومبليت ان شوازيسان لا مون انتروغاتيف كي كونفيان، اكمل مختارا المفرد الكلمات التاليه، طبعا هي ادوات استفهام. هدول المطلوبات منكم كواجب، هن موجودات بالدفتر التمارين. وهيك بكون انهينا الدرس عن الاستفهام. قبل ما ننهي الدرس عندكم حدا اول شيء عنده سؤال؟ اسكيليا دي كيستيون. حدا عنده سؤال على الاستفهام؟ تفضل يا رنا. يعني هون رح نختار الجواب وفق انه للسؤال، وفق اداة الاستفهام. يعني هون مثلا عم يقول لك كومبليت اكمل ان شوازيسان لو مو انتروغاتيف كي كونفيان، اكمل مختارا الكلمة الاستفهام المناسبة. فهون نحن بدنا نختار استفهام. طبعا هون ادوات هدول ايش اسمهم؟ كي بوركوا كوماند كي كوماند كاند كو اوكي، هدول ادوات استفهام، كلمات الاستفهام المعبره عن الاستفهام، تمام؟ طيب هدول الادوات انا بدي اكون حافظهم بعد ما احفظهم، فان هدول قلنا يعبرني عن الاستفهام الجزئي لانهن يستخدم لطلب معلومي غير كاملي، لطلب معلومي غير كاملي. يعني مثلا اذا قلت لك لماذا لن تذهب الى المدرسه؟ ربما تقول لي مثلا بارسكو جو سوي مالاد، لانني مريض. ممكن ما يكون سبب كافي لعدم ذهابك إلى المدرسة، لذلك سميته استفهام جزئي، تمام؟ لطلب معلومات، لكن ليست معلومة حتمية أو كاملة أو قطعية، تمام؟ طيب، فهذا السؤال هو بيعتمد على أنك تحفظ أدوات الاستفهام وبعدين نحل السؤال. حدا عنده سؤال؟
طيب لا استاذ، يعطيك العافيه.